شو أمي فاقت؟ لا لسه. وانت ليش متوتر كتير؟ اهدى شوي، لا تضايق حالك، تركها تنام هلا تتحسن وبعدين منفيقها على الاكل. شو هالريحة هي؟ طيبة. طبخت فاصولية في معها جنب رز. أنا أجيت. أهلا وسهلا. بابا أجا لعنا على البيت. عثمان يا روحي، أنت اشتقت لك. نيفين أهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله أمي. يو مرحبا بابا. أهلين بنتي. ها هاي زهرة أجت. أجت كمان إجا. بس يلين مو هون. أهلين سليمان. أنا آسف إذا أزعجتكم، بس كنت جاي أسألكم إذا بدكم شي، بس الظاهر مالكم بعاصتي بنوب. بدي أقول اللي بقلبي، أنا مبسوط كتير لأنكم سوا. صدقوني من زمان بحلم شوفكم مع بعض. الحمد لله وأخيرا صار حلمي حقيقة. كأنه كنتوا عايشين بحلم وأنا أثبت لكم أنه حقيقة، مو هيك؟ إيه مزبوط. تأخر الوقت، أنا صار لازم أمشي. بس أنا ما بدي إياك تروحي. وأنا بس صار لازم روح على البيت. بالأول رح أمرق لعن طارق وأشرح له الوضع، وبعدين بروح على البيت مشان أحكي لأهلي، لأنه لهلأ مفكريني رايحة أكتب كتابي أنا وطارق. أنا بوصلك إلين خانوم، عم بستناكي برا. ما عاد بدي شي يفرق بيناتنا حبيبتي، وبدي إياك تضلي جنبي أنت وابني. بدي اياك تكوني مرتي بقى. يعني فيني اعتبرك انك طلبتني مرة تانية؟ لا لسه، قصدي مو بهذا الشكل. كيف رح تطلبني؟ يمكن بطريقة غريبة. كيف يعني؟ ما بعرف، بجيب كومة شوكولا وبقت ورد بإيدي وبيجي بطلبك من أمك. على أساس كتير شي غريب علي. بالأول خليني روح أحكي لأهلي قبل بابا ما يلبسك الشوكولا ويخليك تاكل الوردات. لا لا يا حبيبي، لا حبيبتي، روحي على راحتك وخدي وقتك واقنعي لأبوكي. يعني مو مشان شي، مشان يأكل الشوكولا وينبسط. ايه؟ ويشم الوردات اللي جبتهم ويقبل يزوجني إياكي. تمام؟ تمام. زهرة عصبي شوي. تيتا ليش نايمة لهلا؟ تعبت شوي وضغطها ارتفع، بس أخذناها على الدكتور وعطاها دواء وتحسنت. صارت منيحة؟ ايه منيحة. بنتي، أمك حكت لي عن وضعك أنت وغسان. طالما أنتوا اتفقتوا على هالشي فمنيح. شكرا بابا. شو مجد طلعتني هاليوم؟ لا من امبارح افرجوا عنا. انت ما كنت بتعرف؟ يعني ما شفتها؟ لا ما شفتها، وما بعرف وينها، ما قالت شي للمحامية. مجد كان شاري خاتم لإله وخاتم لنهال، بس ما قدر يعطيها اياه.
شكرا حبيبي. ولو يا روحي. انتوا روحوا وانا برجع بتاكسي على البيت. معقول حبيبتي بستناكي؟ خلص ما في داعي، انتوا روحوا مثل ما بدك. انتبهي على حالك. لا تخاف حبيبي. مرحبا. أهلين. قد ما تشكرتك بيكون قليل عليكي. أنت رجعتي لي حياتي. سعادتك هي اللي بتهمني، لأنه ما بحب شوفك زعلان أبدا. أنا بتشكرك، رح يكون لك معزة خاصة بقلبي، وأنا ما بتمنى أكتر من هيك. وأنت مكانتك كبيرة بقلبي. بتمنى لكم السعادة كل العمر. شكراً لك. تفضل. مرحبا. أهلين. تفضلي. ايه حكيتي مع سهيل بالموضوع؟ ايه حكيت معه. والمعنى؟ انا حابة اتشكرك من كل قلبي. انت رجعت السعادة لحياتي. بتمنى لكم السعادة. شكرا. وإلك كمان. إلين، لا تهملي فحوصاتك وخليك عم تيجي. ماشي. بوعدك رح أجي. يلا بخاطرك. مع السلامة.
تفضل. تعال برهوم. طلبتني معلم؟ ايه طلبتك. بدي منك شغلة مهمة برهوم، بس لازم تكون حذر، ما في مجال للغلط هالمرة. شو هالشغلة معلم؟ بدي جميلة بعد بكرة جلسة المحكمة تبعنا، لهيك قبل ما تروح سلمى على المحكمة بدي اياك تخطف جميلة. هلا فهمت الخطة، مقابل تترك جميلة بحالة سلمى لازم تتنازل عن اسهمها لإلك معلمي، مزبوط؟ صح. طيب لو سلمى ما قبلت بالشرط تبعنا، نحن شو رح نعمل؟ يعني قصدي بجميلة خانو. سلمى إذا ما رضيت تتحول أسهمها لأسمي، أنا متأكد بس تعرف بسببها شو رح يصير برفقيتها جميلة، رح ترضى. كل أسهم الشركات رح تصير إلي أنا بره. ليش أمتي؟ شو بدي ضل نايمة؟ صرتي منيحة أمي؟ ما فيني شي. لساتك عم تتوجعي تيتي؟ قطقوطي انوجعت شوي بعدين طبت يا عمري أنت. الحمد لله على سلامتك. يسلموا يا خاروفي الحلو. أمي شوي وبيجهز الأكل، فإذا بدك بجيب لك أكلاتك لعندك. لا باكل معكم، خلينا نقعد كلنا سوا على السفرة. إيلين لسه ما إجت، يلا بس تجيب تاكل. بنتي روحي ناديله لمجد لناكل. يلا رح أسكو بالأكل. تعي أمي تعي، يلا تعي ابني. شوي شوي على مهلك الأكل. يسلموا إيديكي جميلة. الله يسلمك أمي. اسحبي كرسيكي منيح. كيف صرتي تيتا؟ منيحة الحمد لله. بالإذن أنا صار لازم أروح، منحكي بكرة ماشي؟ جميلة أنا ما طبخت شي لعلي بالبيت، معلش يقعد يأكل معنا؟ أنا حطيت له صحن أمي، بس ما في غير ست صحون. إيلين ما إجت، عود كل بعدين بتروح. طيب ماشي. يسلموا جميلة. صحة وهنا. يلا كل قبل ما يبرد الأكل. ماشي يلا بلشوا. بتعرف قديش عمر هالدنيا؟ كم سنة فيها وكم مليون إنسان اجوا وراحوا منا، وكم حالة حب مستحيلة عاشت، وكم قلب مكسور فيها. أنا أكبر مثال. الحب والكره كمان أصعب شيء ومو بكيفنا.
وما بيجوا بالأول ولا منتعود عليهم. ولم نتحكم فيهم. اسكب لك كمان؟ ايه طيبة كتير. عثمان بينام بكير بالعادة؟ لا والله يا ريت. اليوم لعب شي ساعتين بالطابة ومن تعبه رح نام يا حرام. وينك لهلأ لك؟ مرحبا. امي عم استناكي، طولتي اليوم. احكي لك امي. بابا اهلا وسهلا. اهلين بنتي، اجيتي بوقتك. اليوم ستك تعبت شوي واخذناها انا وابوكي على الدكتور. تيتا كيف صرتي؟ لا تخافي ما فيني شي ابدا. جيبي صحن وروحي اقعدي كلي. لا مالي جوعاني انا اكله. شو صار؟ خلصت معامله كتب الكتاب؟ شو في شي بنتي؟ ايه في، يعني انا وطارق تراجعنا عن هالفكره. بنتي مو انت اللي جنيتي قدامنا وقلتي بدك تتزوجي طارق باسرع وقت؟ اه شو صار هلا؟ شو القصه بنتي؟ سهيل. شو؟ شو قلتي عيدي؟ سهيل. شبو سهيل؟ شبو؟ من وين رجع طلع لنا هذا سهيل؟ أمي أنا عرفت شو هو السبب اللي خلاه يتركني بعرسنا. وشو هو بقى؟ مراد. مراد بوقت كتب كتابنا بيوم عرسنا اتصل بسهيل وقال له تعال لعندي ضروري، وبعدين قوص حاله قدامه ومات. تخيل طلعت هاي هي هدية عرسنا. مشان هيك سهيل تراجع عن الجائزة كلها. ايه امي، ومو بس عني، تخلى تخلى عن كل شي وعن حاله. بس هلأ ابني اللي حاملته رجع له حياته. يا روحي انتي، هو كمان اتعذب كتير امي كتير، بس هلأ رح يجي يطلبني مرة تانية منكن. طيب وطارق؟ طارق شو قال؟ حكيت له هو تفهمني وانسحب من حياتي. طارق شخص منيح أمي. شو هاد؟ كأنه في سيرك جاية واقف قدام الباب، شو القصة؟ Artık çektim çileyi.
أنا ما عاد بدي موت بالحياة إيلين. أنا بحبك وبدي إياك تكوني إلي. كوني إلي ولا تترددي. إيلين تقبلي تتزوجيني يا أميرتي؟ جميلة خانم علي بيك، أنا بحب منكن وبموت فيها كمان، وبوعدكن وعد شرف ما زعلها وضل بحبها طول حياتي. إذا بتريدوا زوجوني بنتكن الحلوة، قولوا لها توافق علي. بس هالمرة إذا زعلت لي بنتي رح أقتلك بإيدي سليمان، أنا وياك بنقتله سوا. طيب اقتلني موافق. تعي إيلين، بواب قلبي رجعت انفتحت مشانك من جديد، تعي يلا. انت كل حياتي. انا ما في عيش من دونك، ممكن تقبلي هذا الخاتم كبداية جديدة لحبنا الكبير يا روحي؟ ممكن تقبلي تتزوجيني؟ انا كمان بحبك، موافقة نتجوز باسرع وقت، اصلا انا كنت بحلم بهاللحظة. وأنا كمان. أخذ منكم مشوار صغير بهالمناسبة إذا بتريدوا. بس بترجع البيت قبل ما تصير الساعة 12. ماشي، بعدك رجع بكير. يلا تعي يلا. الله يعافيك. إسطنبول تتمنى للثنائي السعادة والهناء وتودع الجميع على أمل اللقاء. ليش الواحد لما بحب بصير غبي كتير يا؟ يا ترى ليش كل البشر بيتقتلوا وبيعملوا كل جهدهم ليحصلوا على هالغباء؟ ولا الغباء الحقيقي انه ما نعرف الحب؟ ولا يمكن الناس لما بيوقعوا بالحب بيرجعوا لحالتهم الاصليه وللبساطه والبراءه وصفاء القلب؟ يمكن لهيك بيفكروا هالشي من الغباء، بس انا مالي متاكد ولساتني عم فكر. الله يسعدكم. أنا صار لازم أمشي. مثل ما بدك. إن شاء الله هالمرة تكون إيلين مبسوطة. إن شاء الله. إن شاء الله. جميلة، أنا ما بتصدق قديش كنت مبسوط اليوم معكن. شكرا إليك. ليش أنا شو عملت؟ عملتي فاصولية وجنبها رز كمان.
انت وصلت فيك المواصيل لترضى بصحن رز وفاصولية قبطان علي، ولا لتكون ختيرت؟ يمكن عم يكبر عقلي جميلة. يسلم أمي. اجي أنا معك ابني؟ لا أمي خليكي، يلا ديري بالك. يسلموا كتير جميلة. الله معك. مبسوط كتير أنا هلأ إيلين، ما عم صدق حالي أبداً. وأنا كمان. أنا ما عاد بدي بعيد عنك ولا ثانية وحدة يا روحي. برأيي إنه نساوي عرسنا بسرعة، أنا وإنتي وأهلك وكل يلي بيحبونا، رح ساوي عرس ما صار. هيك بتطمعني ها؟ بحق لك. عن جد؟ إيه؟ قد ما بدك الدللي بيلبق لك. شبك؟ مشتهية شغلة كتير هلا. شو اشتهيتي؟ محار بحبه كتير. هلا بدك يا؟ مع حمض ولا مشوي؟ تازة. تازة؟ من وين بدي اجيبه؟ في منه هون، انت بس اشلح تيابك وشك بالبحر، وبعدين بتدور على المحار بالبحر وبتطالعون وبتطبخون وانا باكلون، مو اكتر. بدك يعني هلا انزل على البحر؟ ليش فيها شي؟ يعني هلأ بهذا الوقت؟ ايه بس هلأ. لا شكرا كتير، انا مشتهي المحار التازة بسبب ابنك وانت مو هامك. لك ابنك المشتهي مو انا سهيل. ليلين بلا جنانك هلأ. ماشي خلص لا تزعلي. طيب راح انزل. يلا وقف وقف وقف، خلص خلص، ما عاد بدي. اوه حطي هذا على كتافك. شكرا حبيبي. العفو يا روحي. أنا مشتهية لبن العصفور. العصفور؟ لا لبنه. ليش العصفور عنده لبن؟ شبك سهيل معقول هالحكي هاد؟ ليش أنا شو حكي؟ مو على أساس أنت بتحبني؟ تعرفي إني بموت فيكي. ماشي ليش هالحكي هاد؟ خلص 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 فهمت عليك. لك خلص عرفت قيمتي عندك. لك بس مو مشكلة، ما عاد بدي شي منك. طيب أبداً. طيب خلص رح جيب لك لبن العصفور. ماشي رح أجيبه. من وين؟ سليمان سليمان يا سليمان.
أمرك سهيل بيك. لبن العصفور سليمان. تكرم سهيل بيك. كيف هيك؟ راح يجيب اللبن؟ بيجوز يلاقي بالغابة. بعدين انت بتعرفي اذا سليمان بده شي بيلاقيه. بأنو غابة؟ بغابة العصافير. تأخر سليمان. يا الله منك، كنت حابة أمزح بس أنت نزعتها. بس سليمان ما بينمزح معه. ها؟ إيه؟ هاي رجع سليمان. تفضل يا خانم، لبن العصفور. يلا اشربي، هذا هو. جاي على بالي رز بالحمص، فينيك؟ ماشي تكرم عيونك. سليمان، هذا حليب بقر مو هيك؟ طبعا حليب بقر يا خانم، ليش في لبن عصفور اصلا؟ عم تضحكوا علي وتستخبوني. حاشاك يا خانم، مو اكثر من مزحه صغيره. تفضلي حياتي. شوفي ليش مخلوطين هيك؟ يعني ما بدي، نقيلي ياهن، الرز لحال والحمص لحال. معقول يا حبيبتي نقيهم؟ هيك بيحبون ابنك سهيل. لهون وبس سهيل بيك، اعذرني، وهدول الحمصات والرزات نقيهم بإيدك واحدة واحدة لأني رايح. سليمان لوين؟ على الغابة. وين يعني على البيت؟ شو بدي أعمل بالغابة؟ ولا صار وقت الحليب. لك شو عملتي؟ لا لا لا. تعي لهون. شو هاد؟ تعي لحالك أحسن. تعي. سهيل تعي لهون أحسن لك. تعي لهون. وقفي. مشان هلا بلشنا. لا تقرب. انتي مالك أحسن منها. تعي. انا حامل حبيبي. والله لحممك بالرز والحمص والحليب كمان. تعي. ما دخلني. حاش تركي. حاش تركي انتي سهيل. مو على كيفك. سهيل عم بحكي عن جد. بدي حممك بالرز بس ما حممتيني بالحليب. سهيل شو صار لك؟ تعي لهون. حاش تلحقني. اوعى تعمل هيك سهيل. آه من الحب. مساء الخير قبطان علي.
بحبك كتير يا روحي. وأنا بموت فيك حبيبي، بسطت كتير. وأنا كمان انبسطت يا عمري. لا تروحي، بحبك، خليكي معي، خليكي معي، بحبك.